طيب هنا السيليكون الحراري اللي بيسموه برضو احيانا سيليكون عظم في مصر، يعني في مصر بيسموه احيانا سيليكون عظم، معرفش ليه، تمام، بس هو اساسا الاسم العلمي بتاعه سيليكون حراري، ومكتوب عليه حضرتك دلوقتي جاسكت ميكر، ممكن يستخدمه في عمل الجاسكت او الاويل سيل والحاجات ديت، جوان وش السلندر، حوض الزيت برضو بيعمل جوان حوض الزيت، ومكتوب عليه بيبقى مكتوب عليه هاي تمبريشر، ويتحمل درجة حرارة 343 مئوية، وهو لونه بيبقى رصاصي، اللون الرصاصي هو المشهور يعني في السيليكون الحراري. ولو بصينا فوق بغض النظر عن ماركة، أنا مش ماليش دعوة بالماركة، أنا هو صناعة أمريكي، أهم حاجة صناعة أمريكي. أيا كان حضرتك هتستعمل السيليكون، المهم يكون أصلي، ويفضل يكون صناعة أمريكي أو مكتوب عليه ميد إن يو إس إيه. فالغرض مش الدعاية، الغرض هو نقل المعلومة لأي حد محتاج المعلومة ديت. وحضرتك استخدم أي سيليكون تثق فيه، سيليكون حراري يعني تثق فيه، بيبقى بشكل معجون كده زي معجون السنان. طبعا لما نفك الغطاء هنلاقي الأنبوبة متسيلة يعني مقفولة. طيب هناخد الغطاء، بظهر الغطاء هنفتح الأنبوبة ونلف الغطاء زي أي معجون يعني بيبقى مقفول يعني. طيب اتفتحت الأنبوبة دلوقتي، استخدامه بسيط جدا، ممكن أي حد مننا يستخدم السيليكون الحراري، مش شرط يكون فني، مش شرط يكون مهندس. انا حبيت برضو اوري لكم شكل السيليكون الاصلي اللي احنا استخدمناه بعد مرور يوم من استخدامه، بيبقى شكله عامل ازاي، والفرق بينه وبين سيليكون تاني انا برضو جبته مش اصلي او ممكن يكون تاريخ صلاحيته منتهي، بيبقى عامل ازاي. طيب السيليكون اللي احنا استخدمناه اهو بعد مرور يوم بيتحول لطبقة مطاطية شديدة الالتصاق. لو حاولنا كده نشيله او نفكه من على الورقة، لو حاولنا نفكه بيطلع بالورقة، ما بيطلعش إلا بالورقة اللي تحته اهو. يعني ما بيطلعش إلا بالورقة اللي تحته، لو حاولنا نفكه اهو بيطلع بالورقة، بيطلع بالورقة، بيبقى عامل زي اللبانة او العلكة. لو حاولنا نفكه من اي جزء صعب جدا فكه، بيطلع بالورق. طيب ده السيليكون الاصلي، لو حبيت تستخدم سيليكون تاني طيب بيبقى مكتوب عليه صلاحية. السيليكون الاصلي الامريكي ما بيبقاش عليه صلاحية، تاريخ صلاحية ما بيبقاش عليه، تمام، انما اي سيليكون تاني غير اصلي شوف حضرتك لما تيجي تفكه من على الورقة بيطلع بالمنظر ده، بيتفك عادي، ممكن يطلع بيبقى بالمنظر ده، ممكن سهل الفك، عشان كده النتيجة بتاعته ما بتبقاش مرضية، وممكن التسريب يستمر. يعني نيجي نفكه بيبقى عامل زي النايلون، بيتفك بسهولة. ولو شفنا ظهر الورقة بيبقى عليه تاريخ، تاريخ صلاحية. فلازم حضرتك لو استخدمت سيليكون غير أصلي تتأكد إنه الصلاحية، تاريخ الإنتاج والصلاحية ساري.